مش مكان اساس. مش ما كاينش الماء ياك؟ ما كاينش الماء، لا حول ولا قوة الا بالله. انتم متابعينا الاوفياء في كل مكان، نجدد بكم اللقاء في هذا البث المباشر هنا من منطقة المزار ضواحي مدينة ايتملول. ربما الزلزال الإلهي أتى وأتت معه مصائب كثيرة اللي خلفت دمار شامل. ربما أيضا هناك أناس اللي استغلوا هذا الزلزال من أجل طرد هذه الأسرة كما كتشوفوا داخل هذا البيت، وبعدما باءت محاولتهم بالفشل اضطروا باش أنهم يقطعوا لهم الماء والضوء كما كتشوفوا. يعني لما ما كاينش، انتم كتشوفوا يعني منذ يوم الزلزال وهذه الاسره كتعيش بلا ماء بلا ضوء، يعني تضوء ربما ما كاينش. اخويا انتم كتشوفوا معنا على المباشر يعني هاد الناس عايشين بلا ماء بلا ضوء بعدما اضطرت صاحبه هذا البيت الى مطالبتهم بالافراغ رغم انهم يؤدون واجبتهم الكرائيه. فغادي نحاولوا نقربكم مع هذه القصه ربما الصادمه. تفضل اخويا. تفضل. شنو المشكل ديالكم السيد؟ عاود لينا شنو وقع. هذا السيد يعني تعدات علينا بغا تخرجنا من هذا سميتو يعني مع الزنزال، هي جابت المعلم باش طيح علينا الشيء، هو كامل ترتاق وكل شيء هذا الشيء تشق وبغا تخرجني. انا كنخلص الواجبات ديالو، عندي الدراري كيقراو. ملي ضرب الزنزال شنو وقع؟ ملي نضرب الزنزال صافي قالت لك خاصك تخرج. وانا قالت لك بغات تصلح البيت ديالها، البيت ديالها راه كتشوف. انا قلت لها ما عندي باش نكري وما عندي فين غادي نكري، كنقلب على الكلمه كاين فين غادي نكري. وقالت لك ضروري خاصك تخرج. يعني بتخرج بصحة. بغات تخرجني بصحة. وراه حيدت كاع الباب ديال برا، راه كان الباب ديالها وحيدته. علاش كتخلصها؟ كنخلص الواجبات ديالي، كنخلص الضو، كنخلص الماء وكل شيء كنخلصو، ما كتسال لي والو. ودابا قالت لك خاصك تخرج. استغلت الظروف ديالي وقطعت باش سميتو قطعت عليا الماء والضو. فاش ما بديتيش تخرج؟ ايوا قالت لك ملي ما بغيت تخرج خاصني نقطع عليك الماء والضو. شحال من نهار وانت عايش بلا ماء بلا ضو؟ اي 8 ايام هادي دابا عايش بلا ماء بلا ضو. ولادات ديالي تكرفصوا يعني والحاله لا يرتى لها. يعني الوضعيه ربما صعيب باش تعيش بلا ماء. صعيب تعيش غير يوم واحد، صعيب باش تعيش بلا ماء. خلي 8 ايام والماء ما كاينش في البلاصه فاش غادي تسقي بعيد بزاف، خاصك تمشي حتى تجيب داك الماء واني وكتقلب على المعيشه ديالك اليوميه. ودي عندي البنت مريضه كطيح هذيك الليله اللي قطعت الضو اللي طاحت عندي البنت، راه كان عندي الفيديو ديالها، عندي كل شيء ديالها في التليفون. كطيح بالكريس كطيح 3 سوايع حتى 4 سوايع. وهذا هو الحاله ديالها. يعني انا كنطلب يعني نشوف الا كان شي سميتو دخل. يعني تكرفزت تعدات عليها هاد السيدة، تكرفزت بزاف. يعني بغات تشردكم؟ بغيت تشردنا. ما عندنا تخرج للزنقة تدي ولادك، عندي 5 دراري والحالة حالة الله، فين غاتديهم؟ ما عندك فين غادي تديهم؟ قلت لك ما عندك فين غادي تديهم. يعني بغات تشرد لنا، نشرد ولادي نديهم للزنقة؟ راه ما عندي فين غادي نمشي. يعني الناس استغلوا بها الزنزال وهادشي، هي الدار كامل مشقة وكلشي والدار قديمة. قلت لها تسني غير تنلقى فين غادي نخرج. قال لك لا خاصك تخرج دابا. يعني والو خاصك تخرج؟ اي قال لك خاصك تخرج دابا. واش الزنزال شق الدار ولا لا؟ الزنزال اللي شقها، الزنزال اللي دار لها ما كانتش هياك، حيت هو البني قديم. فاش ضرب الزنزال يعني فين كنتو انتوما؟ خرجنا كنا هنا. يعني ربما نجيتو من الموت؟ نجينا خرجنا وراك سميتو شي طاح في الزنقه وشي. شنو وقع؟ يعني منين ضرب الزنزال ماشي 11 دقيقة تقريبا ولا 10 دقائق. انا جالس في هذا البيت، الدراري خرجوا ومعايا نسي بخو المرا، خرجنا انا بقيت هنا. يعني انا اي حسينا بقيت انا وذاك الولد الصغير. ومنين بغيت نخرج صافي، منين خرجت نهار اخر قالت لك صافي خرج لي الدار ديالي. والله الا كان نعسو في واحد البحيره هنا، راه هي هنايا كان يعني انا كان بتعسس على ولادي حتى الصباح. ما كنعاش، كنعس على ولادي، كنعسو غير برا هنايا، كندير الكوش وكندير كلشي كنخرجو برا. وهاد المرة تعدات عليا انا ما درت ليها والو، ما كتسال لي الواجب. يعني كنودي الواجبات ديالي الكيرة ولا ديال الماء والضو. باش كدوو دابا؟ كندوو بهاد الوطا هي قدامك، هي باش كندوو، هي باش كنضوي لوليداتي باش سميتها. يعني هاد الناس ما
هالي ما فيهمش الرحمه ما فيهمش والو، يشوفوا غير هاد الوليدات اللي غادي تشردوا للزنقه. ما حلتك واش انت تمشي تقلب على المعيشه ديالك، واش تقابل الدراري، واش تجلس. وعندها باش مش راه كاع عندها ولدها عنده شي 30 عام كيجي كيتهدد على المراه، واش انا دابا نجلس عند المراه هنايا ولا نمشي نخلب على خدمه ولا اش غندير. هذيك هي المشكله. انا كنخدم غير يعني في ما كان شي حاجه كنخدم فيها، ما عندي حتى شي خدمه يعني رسميه ما كاينه. البريكولي هنا، بريكولي هنا، يومين هنا نهار هنا وصافي. يا واش غادي دير الحال هي صعيبه، صعيبه بزاف، والوقت صعيبه بزاف. هاد الدراري كيقراو، هاد الدراري دابا باغي يدوشوا، هي الماء ما كاين، باغي يصبنوا. راك شفت الحاله ديالهم، راك شفت الحاله ديالهم كيفاش داير. اش غادي دير الحاله هي هادي تعدات علينا. انا كنطلب دابا باش نشوف واش يعني الحاله ديالي هي هادي. كنطلب يعني الا كان شي محسنين ولا شي حاجه يعاونوني بشي، غير شي محل انا كنفي نستقر بعدا، غير نكون هاني بخاطري مع ولادي. ما لقيتش فين نكري، ما لقيتش فين نكري. قلبنا راه شي شهر وحنا كنقلبوا قبل الزنزان، ودابا اربع سنين هذه، دابا اربع سنين ما عقلش عليه حتى النهار. اربع سنين ما عقلش عليه حتى النهار. كنخلص الواجبات ديالي، كلشي كنخلصهم، ما كتسالني والو. دابا هي كتقول لك حيت ما عطاتنيش خلصت لها شهر سبعة وشهر ثمانية، قالت لك راه ما خلصتيهمش حيت هي ما عطاتنيش الرسي ديالها. هذيك هي دابا المشكلة دي. قلت لها انت انا راه ما كتسالي لا والو، غادي نخرج النهار اللي بغينا نجمعوا الرحيل، راه جمعت الرحيل غادي نخرج. ومشات للسيد قالت ليه ما تكري لي، خليت الحوايج ديالي. جات قالت لي والله ما تخرج من هنا الا ما خلصتي لي شهرين، وتخلص لي شهرين ديال الضو والماء، وانا ما عنديش باش نخلص ليها. وما ما كتسالهم شو هي، راه كتقول لك كنسال لك شهرين ديال الكرا وكنسال لك شهرين ديال الموضوع. يعني هاد المره ما فيهاش الرحمه، يعني تشوف غير وجه هاد الوليدات، ما تشوف كاع سميتها، تشوف غير وجه الناس نجاو من الموت يعني. ايوا باش يخرجوا الدرس، ولكن الناس يعني ما لا 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 حول ولا قوة الا بالله، يهدي الجميع. هاي كتشوف اييه انت دابا شوف غير الماء، انا ما بغينا نغسلو غير الماء، ما كاين الماء ها هو الماء. يلاه واش غتشربو، واش تغسل به الماء، واش تصب به الدراري، اش غدير بهاد الطراده ديال لي تينيتر في اليوم؟ هذا هو باش عايش، ها هو واش غتغسل به الماء، واش غتصبن به الدراري، واش غادي دير به، ها هو باش عايش. هذه هي الحاله ديالنا. راه كتشوف 06 95 88 59 75 06 95 88 59 75 اللي بغا نعاوننا الله يجازيه بخير. الله يرحم لكم الوالدين. امين سيدي امين. انتم كتشوفوا يعني حالة هذه الأسرة التي اليوم يعني كتعيش بدون ماء وبدون كهرباء، بعدما اضطرت يعني صاحبة المنزل إلى قطع الماء والكهرباء عليهم من أجل أنها باش ضغط عليهم من أجل إفراغ هذا السكن بعدما ضرب الزلزال العاصمة السوسية كما كتشوفوا معنا. يعني حالة هذه الأسرة حالة مزرية جدا، أنتم كتشوفوا يعني لا كهرباء ولا ماء. فيعني تخيلوا إخواني الكرام باش أنك تعيش لأزيد من أسبوع بدون كهرباء وبدون ماء، ربما الأمر صعب جدا. كنتمنى من أي واحد يعني شاف هذا اللايف أنه يبارطاجي على أوسع نطاق، فهدفنا نبيل من أجل مادية للمساعدة لهذه الأسرة. وبطبيعة الحال ربما الزلزال يعني جا باش أن الناس تعدوا تاخذ دروس وعبر، وربما المغاربة بينوا على درس كبير للعالم بالتعاون ديالهم والتأثر ديالهم، لكن هناك أشخاص آخرين لا زالوا يعني في قلوبهم يعني غل، وفي قلوبهم حسد، وربما ايضا ما بقاش الرحمه، ما بقاش الانسانيه. فكنتمنى توصل هذه الرساله، وعلى امل ان نلتقي بكم في بث مباشر اخر. الى الملتقى.